الاهتمام بدعم وتطوير قطاع الجمعيات الأهلية لتوفير سبل رفع قدراتهم المهنية والإدارية وكذلك تشجيع الابتكار ورفع شأن الجمعيات الأهلية أمام مؤسسات القطاع الخاص لمساندة مشروعات الجادة في مجالات التنمية بهدف الإسهام في إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية. هنرحب النهاردة بضيفتنا أستاذ الرقيب مراد صادق المدير التنفيذي لجمعية التطوير والتنمية. هنتكلم معاها عن الجمعية وعن الجائزة. صباح الخير أستاذ الرقيب، منورنا نهارك سعيد. أهلا بك. في البداية عايزين نبذة مختصرة عن جمعية التطوير والتنمية. جمعية التطوير والتنمية جمعية مصرية مشهرة بتشتغل من سنة 98. احنا بنشتغل في تنمية الموارد البشرية. شغلتنا الاساسية هي ان احنا بنطور الموارد البشرية سواء شباب حديث التخرج او الناس اللي بتشتغل او الناس اللي بتبحث عن فرصة عمل، وكمان بنطور المؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في مصر. احنا بنشتغل على الانسان، يعني احنا بنعلم ونرفع القدرات بتاعت الناس علشان يقدروا يأدوا وظائفهم بشكل احسن، عشان يقدروا يعملوا مشاريع وينجحوا في المشاريع دي بالظبط، او يشتغلوا او يطوروا اعمالهم يطوروا من نفسهم بشكل عام. بالظبط. طيب كلمينا بقى عن فكرة جائزة التميز اللي هي موضوع حلقتنا النهارده. جائزة التميز احنا الجمعية من سنة 2009 بتشتغل في مشروع اسمه دعم قدرات المؤسسات المجتمع المدني. احنا بنشتغل على الجمعيات ككيان فيها افراد بتعمل والمفروض انها بتوضع خطط وعندها استراتيجيات بتشتغل عليها عشان تحل مشكلات مجتمعية. بالظبط. السنة دي في اول السنة قلنا نعمل مبادرة نخليها اسمها جائزة التميز. الجائزة تشتغل على الجمعيات اللي عندها مبادرات جادة في التنمية وعندها مشروعات جادة وليها تأثير على الارض او تأثير في المجتمع اللي هي بتشتغل فيه. ودي تقريبا اول حاجة من نوعها تحصل في مصر، واحنا اشتركنا في طرح الجائزة دي والاعلان عنها مع وزارة التضامن الاجتماعي طبعا. اهداف الجائزة ايه؟ الهدف الاساسي هو ان احنا نلقي الضوء على المبادرات الجادة طبعا وعلى الممارسات المحترفة والجادة من الجمعيات الاهلية سواء على مستوياتهم المحلية او على مستوى مصر كلها. وقصدنا بده ان احنا نقول انه في كيانات بتشتغل على مشكلات مجتمعية جادة، وخاصة المشكلات المجتمعية اللي ليها علاقة بمشروعات القومية زي الناس اللي بتشتغل في التعليم، الناس اللي بتشتغل في ذوي الاحتياجات الخاصة، الناس اللي بتشتغل في فرص العمل او المشروعات الصغيرة. كل ده من شأنه انه يساهم مع الدولة في رفع مستوى المعيشة وتحسين الاحوال الاقتصادية، اي حاجة بتبني البلد في الفترة اللي فاتت. بالظبط. طيب المبادرة بدأت من امتى؟ احنا اعلنا عن الجائزة في شهر ابريل اللي فات برعاية وزارة التضامن، ومن بعدها بدأت الجمعيات من مصر كلها بتقدم. وبعدين الجمعيات دخلت في لجان تحكيم، انتهت لجان التحكيم بفعالياتها كلها في شهر سبتمبر. وان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي هنعلن الفائزين في حفل كبير. طب ايه المعايير للفوز او لنجاح الجمعيه من يعني اللي هتفوز من الجمعيات المشاركه؟ هو الاول كان في معايير للدخول في المسابقه بتاعت الجائزه. المعايير كانت ان تبقى الجمعيه عندها رقم اشهار، وانها يبقى عندها اوراق وعندها لائحه وكل الحاجات اللي هي القانونيه، وهي مذكوره على موقعنا بالتفصيل، ممكن لو حد مهتم يدخل يبص عليها. ازاي بقى الناس بتنجح او لا في الغالبيه؟ لا، الحكايه انه الجمعيات لما بتقدم على المسابقه بتبقى المفترض انها تعمل برزنتيشن تعرضها قدام لجنتين من التحكيم. لجنتين الاولانيه لجنه تقييم، وبعدين بعد كده لما بيجتازوا الدرجات المفروض يجيبوها ولا تقل عن 80% يدخل لجنه ثانيه، يدخل اللجنه النهائيه. واللي ما يجيبش 80% ما يقابلش اللجنه الثانيه، ما يقابلش اللجنه النهائيه. ايه المطلوب بقى؟ المطلوب انه يعمل عرض عن عمله وعن تاثيرات المشاريع بتاعته او البرامج التنمويه او حتى برامج التعليم او اي حاجه ما بيشتغلها، وانه يرد طبعا على اسئله اللجنه. واللجنه لجنه محايده، هي من بره الجمعيه خالص، وكانت متشكله من خبراء متخصصين
في مجال العمل المدني، وكان في ممثلين من الوزارة، وكان في أساتذة جامعة، ويعني هي لجنة مستقلة. احنا شخصيا كجمعية التطوير ما بندخلش في أعمال اللجنة. طيب جمعية التطوير أكيد كانت عارفة الجمعيات اللي موجودة، الجمعيات ودورها في المجتمع. هل فاجئتوا لما أعلنتوا عن الجائزة والجمعيات بدأت تدخل بقى بشكل رسمي وفي جائزة، فاجئتوا بحاجة ما كنتوش متوقعينها، بأعمال على أرض الواقع، بحاجة يعني مشرفة وبأعمال جيدة من الجمعيات؟ آه ده حقيقي. إحنا عارفين طول الوقت في أسماء كبيرة أنت عارفاها، مصر كلها عارفاها. اتفاجئنا اول مفاجاه كانت انه 22 محافظه من مصر قدمت، يعني جمعيات تمثل 22 محافظه، واحنا كنا متصورين ان في محافظات مش يعني ما بتهتمش قوي بالحاجات اللي بتحصل في العواصم او كده، او انها لانها بعيده زي اقاصي الصعيد او اعماق سيناء او كده ما كناش متوقعين المشاركه، ما كناش متوقعين المحافظات دي. دي كانت اول مفاجاه. المفاجاه الثانيه ان احنا شفنا جمعيات في قرى في اقاصي الصعيد بتشتغل شغل يعني بالاحرى تبقى مشروعات قوميه، من كتر ما هما بيعملوا شغل هايل في المجتمع اللي هو بيشتغلوا فيه. وكان في مفاجآت قويه جدا من الجمعيات بتاعه الاقاليم. وهذا ممكن يكون يعني دافع ان هما ممكن يفوزوا بالجائزه، ان هو ما كانش متوقع شغلهم ولقيته حاجه غير المتوقعه، فممكن حد من الجمعيات دي يفوز. ده بالتاكيد. هيكون كام جايزه؟ احنا عندنا ثلاث جوائز اساسيه، ثلاث جوائز ماليه، ترتيبهم الفائز الاول والثاني والثالث، دول هياخدوا جوائز ماليه وشهادات تكريم طبعا وكل حاجه. وبعدين من الرابع للعاشر في جوائز عينيه ومنح تعليم ومنح برمجيات ورعاية يعني كاملة لأعمالهم طول السنة القادمة. طب قوليلي من الجمعيات اللي لقيتوها موجودة ما كنتوش تعرفوا ان هما بيشتغلوا بجد كده، الفترة اللي جاية بعد الجائزة هتساعدوهم ازاي؟ هتطوروا منهم اكتر ازاي؟ وهتعملوا ايه مع الجمعيات اللي شاركت وما كسبتش؟ او هما هيعملوا ايه؟ هيشتغلوا على نفسهم اكتر ازاي؟ هتساعدوهم بايه؟ احنا قلنا، ودي حاجه لطيفه، احنا قلنا الناس كلها اللي دخلت لجان التحكيم خضعت للجان التحكيم، يعني ده معناه انه ملفاتهم وصلت عند منطقه يعني جيده في السباق. فاحنا هنرعى كل دول بالتدريب وبمساعدتهم في التخطيط ومساعدتهم في المشاريع. فاحنا مكملين معاهم دول اللي ما توفقوش في انهم يحصلوا على الجائزه الماليه او الجوائز. ما دخلش اسم الجمعيه واللينك بتاعها نازل معانا على الشاشه، ممكن دلوقتي كل الناس تعرف، واللي ما كانش يعرف عن الجائزه ممكن يقدر ان هو يشارك المره اللي جايه. نكمل بقى، هتعملوا ايه مع احنا زي ما بقول لك احنا مستمرين في برنامج دعم قدرات المؤسسات دي، فهنساعدهم بالتدريب وهنساعدهم بمساعدتهم في مثلا التعليم على اداء المشروعات، تنمية الموارد اللي جوه الجمعية نفسها من فريق العمل لطرق انهم مثلا ازاي يبقوا بيتعاملوا مع الجهات المنحة ويقدموا عروض ازاي لمنح وحاجات كده، ازاي ان هو يقدر يعمل برزنتيشن. ما ممكن حد ما ينجحش عشان مش عارف يعمل برزنتيشن صح. اللجنة كانت الحقيقة يعني واعية قوي للمنطقة دي، انه هما كانوا مدركين انه في جمعيات في اقاليم مصر وبالذات في القرى البعيده او الفقيره ما عندهاش يعني ما حصلتش على النوع ده من التدريب او التعليم قبل كده، فراعوا ده وهم بيقيموا بالظبط كده. لكن هذا لا يمنع على الاطلاق انه كان معني الشخص اللي واقف بيقدم جمعيته انه يقدر يبقى عنده الكفاءه انه يرد على الاسئله على الاقل. طبعا احنا هنرعى انه الجمعيات اللي بتتقدم فيما بعد انه يبقى اتعلموا او على الاقل حصلوا على فرصه في التدريب المناسب لدخول المسابقات. طيب قول لنا مين الداعم ومين لجنه التحكيم ومين كان الضيوف المشاركين في اثناء الاحتفالات؟ الداعم لا، هي الجائزه بالكامل من جمعيه التطوير. احنا الجائزه بالكامل النقديه والعينيه كلها بالكامل طالعه من الجمعيه. لا ما خدناش دعم خارجي، خدنا رعايه الوزاره ومعالي الوزيره هتبقى موجوده في الاحتفاليه
والإعلان عن الفائزين. والوزارة دعمت حاجة لطيفة جدا انها ادت لنا اثنين من احد مستشاري الوزارة ورئيس قطاع الجمعيات انهم يبقوا اعضاء لجنة التحكيم. فده خلى اللجنة كمان اللجنة والوزارة عارفين اللي بيحصل في الجمعيات وعندهم يعني على مقربة اكثر من الاعمال اقوى شوية. بالضبط كده بالضبط كده. ودلوقتي بقى عند الوزارة كمان بعد ما قابلوا الناس وجه لوجه معلومات اكبر عن جمعيات ما كانش حد يسمع عنها او في القرى ما حدش يسمع عنها. دي فرصه ليهم ان هم يقدروا بعد كده ان يبقى ليهم وجود ويقدروا يطوروا كمان من المجهودات اللي بيعملوها. بالظبط. طيب قولي لي مين كان الضيوف المشاركين؟ لا هو احنا كان عندنا 165 جمعيه من 22 محافظه فهم كتير قوي. لكن اسماء بارزه اسماء بارزه لا ما تقدريش تقولي انه في يعني الاسماء البارزه الكبيره، لكن في جمعيات كتير اقدر اقول لك المجالات الاشهر في السباق. مجالات التعليم وبالذات تعليم الاطفال المتفرغه بالتعليم. كان في مجالات لذوي الاعاقه وتحسين الصحه وخاصه الصحه الايجابيه والصحه النسائيه. وكان في عندنا قرية في أسوان الجمعية اللي فيها اخترعوا جهاز بيحرق المخلفات المنزلية ويولد منها بايو جاز علشان يشغلوا بيه. بالظبط كده. طيب نتكلم بعد ذلك عن دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع خصوصا الفترة اللي جاية وهي فترة حرجة وعايزين المجتمع يقوم وعايزين ننهض بالاقتصاد ونقلل بقى من الاستيراد ونزود صادراتنا ونكفي المجتمع بكل اللي احنا محتاجينه. دور بقى المجتمع دور الجمعيات الاهليه ايه الفتره اللي جايه؟ كل الدول في العالم يعني من بدايه القرن ال 19 بقى في يعني ضلع ثالث في قيام الدولة هو ضلع المجتمع المدني، بيشارك الحكومة والقطاع الخاص في انه يدعم التنمية المستدامة في البلاد. فده دور اساسي للعمل الاهلي. العمل الاهلي مش انه بيشتغل على افراد بعينها، لا ده بيشتغل على قضايا تنموية هي ضلع في قيام الدولة ونهضتها. فهو له دور شديد الاهمية في التنمية المستدامة وتحسين الاحوال المعيشيه والظروف الاقتصاديه للناس. طبعا نظرا للظروف اللي بتمر بيها مصر ومع الزياده السكانيه الشديده ومع التوسع العمراني وكل الحاجات دي بقى عندنا مشاكل قويه في الاحوال الاقتصاديه، في التعليم، المدارس مش كفايه في اماكن نائيه. العمل الاهلي بيقدر يساهم مع الدوله ككيان في انه يسد الاحتياجات دي بجانب مشروعات الدوله. استاذه جاكلين مراد صادق المدير التنفيذي لجمعيه التطوير والتنميه، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا النهارده. ميرسي يا رحمه. ميرسي حضرتك. شكرا. مشاهدينا خلصت فقرتنا، بس والفقره اللي جايه هتكون عن ذكرى رحيل